اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا جعفر محمد بن علي البر التقي الإمام الوفي. السلام عليك أيها الرضي الزكي. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا نجي الله. السلام عليك يا سفير الله. السلام عليك يا سر الله. السلام عليك يا ضياء الله. السلام عليك يا سناء الله. السلام عليك يا كلمة الله. السلام عليك يا رحمة الله. السلام عليك أيها النور الساطع. السلام عليك أيها البدر الطالع. السلام عليك أيها الطيب من الطيبين. السلام عليك أيها الطاهر من المطهرين. السلام عليك أيها الآية العظمى. السلام عليك أيها الحجة الكبرى. السلام عليك أيها المطهر من الزلات. السلام عليك أيها المنزه عن المعضلات. السلام عليك أيها العلي عن نقص الأوصاف. السلام عليك أيها الرضي عند الأشراف. السلام عليك يا عمود الدين. أشهد أنك ولي الله وحجته في أرضه، وأنك جنب الله وخيرة الله ومستودع علم الله وعلم الأنبياء وركن الإيمان وترجمان القرآن. وأشهد
أن من اتبعك على الحق والهدى، وأن من أنكرك ونصب لك العداوة على الضلالة والردى. أبرأ إلى الله وإليك منهم في الدنيا والآخرة، والسلام عليك ما بقيت وبقي الليل والنهار. اللهم صل على محمد وأهل بيته، وصل على محمد بن علي الزكي التقي والبر الوفي والمهذب النقي هادي الأمة ووارث الأئمة وخازن الرحمة وينبوع الحكمة وقائد البركة وعديل القرآن في الطاعة وواحد الأوصياء في الإخلاص والعبادة وحجتك العليا ومثلك الأعلى وكلمتك الحسنى الداعي إليك والدال عليك الذي نصبته علم لعبادك ومترجما لكتابك وصادعا بأمرك وناصرا لدينك وحجة على خلقك ونورا تخرق به الظلام وقدوة تدرك بها الهداية وشفيعا تنال به الجنة. اللهم وكما أخذ في خشوعه لك حظا واستوفى من خشيتك نصيبا فصل عليه أضعاف ما صليت على ولي ارتضيت طاعته وقبلت خدمته وبلغه منا تحية وسلاما وآتنا في موالاته من لدنك فضلا وإحسانا ومغفرة ورضوانا. إنك ذو المن القديم والصفح الجميل برحمتك يا أرحم الراحمين.